غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو سلام ونعمة. ألو سلام ونعمة. سلام وبركة. ربي يباركك ويبارك تعبك. أنا حبيتك معك مع حضرتك. الصوت عند حضرتك ليه قطع؟ أنا مع حضرتك عندنا فعلا مين؟ ده صوت حضرتك زي البلبل يعني، صوتك جميل رائع يعني. معك أبو مريم من معك أبو مريم من أمريكا حضرتك. أبو مريم أهلا وسهلا شرفت بحضرتك. أنا اللي شرفنا، شرفت بيك وياريت ناخد بركة ونسمع منك. سعدت القصة الفضل إبراهيم يعني أنا حضرتك لو تكرمت الكتاب المقدس كونوا دائما مستعدين لأن تردوا على من يطلب منكم دليل ما أنتم عليه من الرجاء. فكان عندي سؤال، الصوت عند حضرتك بس بيقطع شويه، فانا سمعتش الجمله اللي حضرتك قلتها لي. من علي الاثنين الرب يباركك. هعيد تاني الكلام. يقول الكتاب المقدس كونوا دائما مستعدين لان تردوا على من يطلب منكم دليل ما انتم عليه من الرجاء. فكان عندي سؤال لحضرتك. السؤال يا فندم، هل تجسد الله ام ارسل ابنه؟ هل تجسد الله ام ارسل ابنه؟ تمام. انا اقول لحضرتك ببساطه لان برضه هيبقى الموضوع ايا كان صعب في التليفون، لكن خليني اوضحها لك ببساطه يعني حضرتك سامعني مش كده؟ ايوه اتفضل قول اتفضل. طيب جميل. الله لو بمفهوم التجسد يعني ترك السماء فاكيد لا. الله دائم الوجود، واجب الوجود، ذو كل المعرفة والوجود والقدرة، ده الله في ذاته. ولكن احنا ممكن نفهمها ازاي؟ ان حضرتك ابو مريم مظبوط؟ ايوه اتفضل. حضرتك فيك جوه فكرك كلمة، يعني انت مثلا لما تيجي تكلم شخص معين ممكن تراجع نفسك، مثلا انا هل اقول الكلمه دي مناسبه ولا مش مناسبه، في مكانها او مش في مكانها. تمام. يبقى هنا حضرتك كشخص كابو مريم انت في ذاتك موجود والكلمه بتاعتك بتصنع جزء منك لكن مش منفصل عنك. انا بسمع حضرتك لما تخلص بس قول لي عشان انا عاوز اسمعك الاول عشان وبعد كده ارد على حضرتك. خلصت؟ لا انا لسه بس انا بحاول اوصل لحضرتك الفكره. انا كلمه تجسد. ايوه اتفضل. ايوه انا سامع حضرتك. ايوه اتفضل بسمعك. كلمه تجسد ما تركش السماء وساب السماء عشان ياخد جسد انسان، ولكن الله لما خلق الانسان على صورته كشبهه خلقه مميز جدا، والانسان فسد في الخطيه بتاعته واتكسرت الوصيه ده لما عصى الله. كان قدام ربنا لو اتجاوز معظمه، لان الله عنده العدل وعنده الرحمه. ساعات قصه ابراهيم بس ثواني بس، انت حضرتك الى مؤاخذه مع احترامي لسعادتك انت ما جاوبت على السؤال. سعادتك ما جاوبت على السؤال. انا لسه بشرح. انت حضرتك بشرح لحضرتك فكره التجسد. انا يا فندم ان الله تجسد بسبب خطيئه ادم، لان بين الله حقيقة، فكان الحال ان الله يتجسد عشان يرفع هذه الخطيئة. هذا ليس السؤال، انا بسأل حضرتك سؤال. هل الله تجسد ام ارسل ابنه؟ من الذي تجسد، الله ام ابنه؟ ام ارسل ابنه؟ السؤال واضح والاجابة موجودة في الكتاب المقدس. لو خدناها من اول العهد القديم خالص وخدناها في انجيل يوحنا الاصحاح الاولاني هنلاقي ان الكلمة الله اللوغوس الله الكلمة هو موجود في حضن الله الاب منذ الازل منذ البدء. في البدء كان اللوغوس واللوغوس كان عند الوهيين. اوكي ممتاز. فالله الابن موجود فعليا منذ الازل في حضن الاب. طيب وبالتالي لما جه وقت في بدء الزمان زي ما بيقول الكتاب المقدس في بدء الزمان خاتم المسيح الله الكلمه الله الابن كلمة الله الحية لما اخذ شكل جسد انسان في ضعفنا عشان يشيل ثمن الخطية
هو لم ينفصل عن الله ذاته، ولكن الله الابن هو الذي تجسد، او الله اللوغوس اكثر كلمه. تسمع لحضرتك، انا بشكرك على ادبك وصدرك، بس يا ريت يكون عندك ساعه صدر زي ما سمعت حضرتك اسمع. اولا ساعتك، اولا الكتاب المقدس بيقول انذروا الا يكون احد يسبيكم بالفلسفه بغرور باطل حسب تقليد الناس، حسب اركان العالم، وليس حسب المسيح. حضر حضرتك، فلسفه بغرور باطل حسب تقليد الناس، حسب اركان العالم، وليس حسب. اسمعني دي، لا لا لا، الكلام اللي بتقوله ساعتك مش كلام انجيلي. الذي تجسد هو الابن، فين الكلام ده؟ ارجع حضرتك انجيل يوحنا، الله لما تجسد، انجيل يوحنا 3:16، لان هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. مش الله، الابن هو الابن، ابنه. انجيل الرساله الاولى ليوحنا 4:9، بهذا اظهرت محبه الله فينا، ان الله، الله قد ارسل ابنه. الله لم ياتي الينا، الذي اتى الينا هو الابن. انجيل الرساله الاولى ليوحنا 4:10، في هذه هي المحبه، ليس لاننا نحب احباب، لاننا ليس لاننا نحن احببنا الله، بل انه هو احببنا وارسل ابنه، ابنه كفاره لخطايانا. الرساله الاولى ليوحنا 8:14، ونحن قد نظرنا ونشهد ان الاب قد ارسل الابن. اللي نزل الاب، وحضرتك في نقطه مهمه جدا، هل الاب هو الابن يا سعاده القس الفاضل؟ بتأيد حضرتك انه الله لم يرد احد. ممتاز، انا بس حضرتك، هل الاب هو الابن؟ هل الاب هو الابن؟ الذي ارسل ابن الاب، هل الاب هو الابن؟ ما جاوبتش. انا بسال حضرتك ايه مفهوم الابن عند حضرتك؟ ممتاز ممتاز ممتاز. انا هقول لك الابن، انا بسال حضرتك، هل الاب هو الابن الاول؟ انا ارد على سؤالك، هل الاب هو؟ لما انت قول لي انت فاهم كلمه ابن ازاي؟ نقدر نحط ايدينا على المعنى كده. كلمه الابن والاب، ممتاز. الابن، ارجع لانجيل يوحنا الاصحاح 20 العدد 17 من كلام يسوع، ابي وابيكم واله واله. ايوه، الاب هو ابي وابيكم، الهي والهكم. هذا ما قال يسوع. كلمة الابن اللي حضرتك قلتها لي في الايات دلوقتي تعني ايه بالنسبة لحضرتك؟ يا حضرة الفاضل، انت ما بتكلمش واحد هيقول لك الابن يعني اتنين اتجوزوا وخلفوا جابوا، الكلام ده انا ما قلته لحضرتك. لا مش كده، لا طيب. لا مش المفهوم ده اللي انا اقصده. اللي انا اقصده ان كلمة الابن اللي اتوصف بيها الله الكلمة، ما فيش حاجة اسمها الله الكلمة، فين الكلام ده في الإنجيل؟ لا 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 لا، فين الله الكلمة من كلام المسيح؟ المسيح يقول إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. أين قال المسيح أنا الله الكلمة؟ ما تقوليش إيمانك أنت، أنا عاوز من كلام المسيح. أنا ما بقولكش الإيمان بتاعي، بس خليني أقول لك على حاجة. أنا فين الله الابن؟ ونمشي سكة واحدة واحدة. يا سعادة القس إبراهيم، فين الله الابن يا سعادة القس؟ نتكلم بمرجعية. ما أنا بسأل حضرتك أهو، المرجعية أين نجد الله الابن في الكتاب المقدس من كلام يسوع؟ خليني أنا بقى حقيقي معاك وأتكلم معاك بالآيات بنفس الطريقة اللي حضرتك بتتكلم بيها. خلينا نتواصل من خلال شات فيديو مع حاجات مكتوبه. يبقى حضرتك ما عندكش علم. لا لا لا، يبقى انت حضرتك ما عندكش علم، انت بتقول حضرتك ايمانك المسيحي. انا عارف ايمانك المسيحي، ايمانك المسيحي مش موجود في الكتاب المقدس، انت بتقول الله الابن. طب احنا الان لو عملنا بحث في الكتاب المقدس على كلمه الله الابن، اين نجد كلمه الله الابن؟ ولا مره واحده. لو عملنا بحث في الكتاب المقدس الله الروح القدس، ولا مرة واحدة. لو عملنا بحث في الكتاب المقدس على الله الآب، هنجده من كلام يسوع، انجيل يوحنا 6:27، لأن الله الآب قد ختمه. هنجده من كلام بولس رسالة أولى غلاطية 1:1، والله الآب الذي أقامه من الأموات. هنجده من كلام يعقوب 1:27، الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب. هنجده من كلام بطرس الرسالة الأولى 1:2، بمقتضى علم الله الآب. هنجده من كلام يوحنا الرسالة الثانية 3، تكون معكم ورحمة، نعمة ورحمة وسلام من الله الآب. هنجده من كلام يهوذا 1:1، عند الله الآب. فين بقى حضرتك هنجد كلمة الله الابن أو الله الروح القدس؟ ممكن يكون مفهوم الكلمة عند حضرتك مختلف. يا حضرة الفاضل المحترم، أنا موجودة في الكتاب المقدس. يا سعادة الباشا، أنا بطلب من حضرتك تتكلم الكتاب المقدس، أنا مالي لزمة بإيمانك، مع احترامي لك. عندما تتكلم معي تكلم معنى الكتاب. أين نجد لفظ الله الابن من كلام يسوع؟ اتفضل. حضرتك
حضرتك بس ما جاوبتش السؤال مش عارف. انت ما بتجاوبش اين نجد الله الابن في الكتاب المقدس؟ فين الله الابن؟ انا بقول لك اهو، انا بقول لحضرتك اهو ايه مفهوم الابن عند حضرتك؟ اين نجد الله الابن في الكتاب المقدس؟ اين نجد الله الابن في الكتاب المقدس؟ فين الله الابن؟ الكتاب المقدس يتكلم على اله واحد وهو الاب، والكلام ده الكلام ده حتى كلام بولس، لا يوجد لنا اله واحد وهو الاب. الاله الواحد مين؟ الاب. كمان بولس يقول اله ربنا، اله رب، اله اله. فين بقى نجد الله الاب؟ فين الله الاب؟ كم من الايات انا هجيب لحضرتك. اتفضل قول قول. حضرتك تجاوبني وتقول لي ايه يا حضره الفاضل المحترم؟ ما في نص واحد الله الابن في الكتاب المقدس من التكوين الى اتحداك ان تاتي بنص واحد. اثنين، ما في نص واحد في الكتاب المقدس من التكوين الى الرؤيا يقول الله الروح القدس. هات لي نص واحد. انت سامعني؟ انا بقول لسعادتك هات لي نص واحد يقول الله الابن. انا مش عاوز كم نص واحد. حضرتك ما ينفعش ابدا تاخد ناخد جزء وتقول لي مجموعه ايات تقول لي رد على سؤال واحد وانا برضو بتحاور مع حضرتك فنتواصل مع بعض، نرجع لاصول المفاهيم بتاعتنا في الالفاظ والمعاني. يا استاذ الكريم انا ما لي دخل بالمفاهيم والمعاني، انا بكلمك في الكتاب المقدس. ليت ذا بايبل سبيك، ده الكتاب المقدس يتكلم. هذا ما يقول يسوع، ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، من فمك ادينك انا العبد الروش. هذا كلام يسوع. علمون جميع ما ارسلتكم به. بولس يقول انظروا الا يكون احد يسبيكم بالفلسفه اللي انت بتقول الفلسفه، ناسوت لاهوت اقاليم الله الابن. فين الكلام ده في الانجيل؟ الكلام اللي بتقوله فين في الانجيل؟ فين الكلام ده في الانجيل؟ الكلام اللي بتقوله فين؟ اين الله الابن في الانجيل؟ عاوز انا الله الابن. انا رديت على حضرتك. لا انت ما رديتش. انت بتقول عندك كميه رقم متوصل بيه على الفايبر ونبدا ابعت لحضرتك. طيب حضرتك ان شاء الله معاك الاستاذ وسام عبد الله من غرفه الحوار الاسلامي المسيحي. اخد بال حضرتك؟ حضرتك انا بعمل اتصالات على جميع الكنائس والطوائف، ومنهم اتصال على البابا توادرس اتصالين. لو عاوز تسمع الاتصال اسمعه لك، ولو حضرتك عاوز تجهز في الموضوع واتصل بيك مره ثانيه وتحضر في الموضوع انا ما عنديش مشكله. ادخل على الانترنت اعمل بحث الشيخ وسام، تلاقي اتصالات على جميع الطوائف المسيحيه على جميع العالم كله، ومنهم متصلين على ابوك تادرس. اهلا وسهلا بيك، عاوز معاك تاني. انا اهلا بيك. ده رقمي مع حضرتك. اتمنى انت انا في كتير من كلام حضرتك مش عارف اسمعه. طيب انا رديت على حضرتك. ايه الميعاد المناسب اللي اتصل بيك بكره في نفس الميعاد ولا ايه الميعاد اللي يناسبك؟ كان ابعت لي رقم حضرتك على الفايبر دلوقتي، وبكره انا ممكن ابعت لحضرتك لان انا في سفر في اسيوط. لو حضرتك عارف مصر وراجع بكره. يا استاذ الكريم انا مالي دخل بالفايبر؟ لا مؤاخذه انا مفيش علاقه شخصيه بيني وبينك، مفيش ارقام وعلاقه شخصيه. انت راجل كاهن وانا بسالك اسئله في المسيحيه. لو تحب حضرتك تاخد وقت واسالك مره ثانيه انا ما عنديش مشكله، وانا عاوزك بس تعمل بحث في الكتاب المقدس. خد لك سنه كامله اين نجد كلمه الله الابن بس، وبناء عليه نبني معرفتنا ومناقشتنا بايات كتابيه. انت ما لو عندك ايات كنت قلت يا سعاده الباشا. انت لو عندك ايات لا حضرتك انا عندي ايات، لكن النوع ده من الحوار انه فيه انا ارص ايات جنب بعضها واجي اقول لك ده كذا وده كذا وده كذا وانت خلاص. انا هتصل بك بكره في نفس الميعاد واعمل لي بحث عن كلمه الله الابن. الله الابن مش عاوز الا مره واحده بس، هات لي نص بيقول الله الابن غدا في نفس الميعاد. مع السلامه. كان معانا الهواء مباشره الان. القس ابراهيم رمسيس، شوفوا شوفوا القصه بتاعته كمان، شوفوا ليه قصه كمان. اسمه ابراهيم رمسيس. القس ابراهيم رمسيس هو خادم ارزوكسي ومتخفي على انه انجيلي وبيخدم في شبرا، وهو ارزوكسي ابراهيم رمسيس. مع تحيات اخوانكم في غرفة الحوار الاسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوج. الحمد لله. الله اكبر كبير كل تربيه. الله اكبر.
بك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا جل قدرا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.